العرب في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية 29 درجة مئوية الملموسة 28 والرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون خفيفة السرعة. بالمجمل ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة. نبدأها شمالا، حيث يسود طقس حار في سكاكا 39 25، عرعر 39 23، اما تبوك تبقى تتاثر بحاله من عدم الاستقرار الجوي، وتكون فرصه مهيئه لهطول زخات رعديه من الامطار مع نشاط في سرعه الرياح المثيره للغبار، خاصه اثناء فتره تاثير العواصف الرعديه، وتسجل تبوك 37 الى 23. المنطقة الغربية، المدينة المنورة أيضا تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وزخات رعدية من الأمطار المتوقعة 39 28، أما جدة 41 32، مكة المكرمة 44 32، والطائف 29 19 مع زخات رعدية من الأمطار. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة زخات رعدية من الأمطار 27 إلى 20، أبها فرصة لزخات خفيفة من الأمطار 28 عفوا إلى 18، أما جازان 36 إلى 31. المنطقة الشرقية، الدمام 38 إلى 23، الإحساء 41 إلى 25، وحفر الباطن 40 إلى 26. أما بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 40 إلى 26، بريدة 39 إلى 24، حائل 37 إلى 23، مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار. إلى اللقاء.